انا حاطط استقاله تاعي 100% الناس ما عندهاش رغبه في العمل تاعي، وانا وحدي ما نقدرش نقولها ونعاود نقولها. على هذا قررت باش ندير جمعيه استثنائيه اللي نحط فيها الاستقاله تاعي وندي لها ويشوف رئيس اخر يخدم معاه ان شاء الله. نتمنى السريع ان شاء الله بربي يمشي. شحال من خطره اعلنت الاستقاله وبعد حبا للفريق، هذا مكان عندي غير الفريق حد خطره سيستروحي باللي مكاش حد سيستروحي باللي باش واحد ما يفتش عليك تليفون وباش واحد يعطيك اسباب وهي ويقول لك باللي عشيا تجيب الشاشره نيغوسو معاهم ويطفوا التليفون باش حاجه تاع اللي تخليني نكمل الخدمه تاعي. يجوا لك انتم توعد معاهم اللي ماشي يجوا قالوا عيط لهم وقلت لهم صبروا بالك ربي منا لحد الاثنين بالك شيء ما يكون رئيس الداخل بالك ان شاء الله يجي. هذا راك تهضر على جرار وبولحيا لا لا هذو جرار وبولحيا شوف جرار بولحيا انا على اللاعبين تاعنا بولحيا غادره رسميا مع سلاح هذو رسميا فسخت العقد معاهم اليوم ألغي العقد مع فلاح وبولحيا رسميا وفلاح دروك على وش الإمضاء مع مصر زيدي صح جرار وزيدي هذو اللي كشو بغاو يصبروا مع الفريق حتى اتضاح الرؤية من الأسبوع غادي يستناو السبب الرئيسي اللي خلاك باش الاستقاله رجع فيها ما كاش نيه تاع عمل بين المكتب المسير القديم مع المكتب المسير الحالي ما كاش رغبه وما كاش السلطات الولائيه غايبه وكان الفريق ما صعدش كان الفريق نزل الناس شلف نزل الفريق الى الرابطه الثانيه وراه قوم بالانتدابات اليوم جاب من الداعي من شباب جايه وحنا ما كاش تقول كاع هذه الولايه ما تقول الفريق هذا كاع ما صعدش. شوف هي في نهايه البطوله عرفنا باللي غادي نتلاقاو مشاكل باش تسيب حتى واحد ما يعيط لك ويبارك لك على الصعود الاخر عرف باللي كاين غياب تام. كيفاش هذا الاستقبال الرسمي؟ مكاش والفين بالك تلاقينا مع عندهم سائل من ولايه اخرى ما تلاقيناش تهاني من الانجليزي هذه اللي دوخها العقل هذه ما يقبلها حتى واحد وما نقبلهاش انا بالك المشكله فيها انا بالك من نروح السريع اسمح لي جيلاني بس حنا دراك بدينا في الانتدابات وجبنا جرار وجبنا بولحيه صح حتى الغاص سمعنا باللي عطيتو لواحد 160 وواحد 140 وواحد 100 وواحد 90 وواحد 60 هذوك الدراهم اللي كنتو باغيين تجيبوهم يعني في الاساس هذه اللي بغينا نفهمها. وحنا بدينا الانتداب بالمشاوره مع المكتب المسير ايوا كنت شغل الولايه وعرفنا ب اعانه تاع ماليه اي صمناها طول الشاشه فاني ما كنا باين لي وما كانش اللي بغا يدير كاش من المكتب المسير حضرنا على الاخر الا ما نكتبش امير بن عبد الله هو اللي قال نقدر ندفع مع العباسي هادو الزوج بغاو عندهم الاخر ومن بعد خافوا ولا مش عارف ونحترموا رايهم. زين كيفاش تشوف المستقبل تاع الرابيج تشوف السيناريو تاع العام اللي فات راه يتعاود وكيفاش تشوف المستقبل العام اللي فات على الاقل كنا في القسم الثاني بصح السنه المستقبل ما غاديش يشرف غليزا خاطر على رانا في القسم الاول والوقت اللي راه يفوت ما يساعدش اللاعبين تاع مستوى القسم الاول راهم يغادروا واحد تلو الاخر شحال من واحد كان عطينا كلمه ومضى في فريق اخر سبيل المثال اللقب تاعنا بو عزه كان عطينا كلمه نهائيه شاف الامور ماهيش تبديه غادر. قضيه اللاعبين اللي راكم معاهم اختصارات متقدمه على غير الاكرور وجماعه وكنتوا عندكم وعد معاهم هذو مازالوا متحمسين باش يلعبوا في غليزة ومازالوا متحمسين ان شاء الله بربي يكون كاين حل وان شاء الله من الاسبوع الجاي يكون رئيس ولا ماني هنا نعاون سريع نعاون سريع ونعيط لهذو خاطر عندي اللاعبين عندي قائمه تاع اللاعبين الملاح لما مضاوش في فرق اخرى نقدروا نتصلوا بها. شكرا.
انا لحد الان ما غادي حتى واحد يقدم لا لا جا واحد ان شاء الله بلك ربي يهدينا واحد يجي يقود سير متشوش علاش ما كاينش غير خاطر انني عايش مع الجماعه اللي راهي اللي قلتوا باللي هذا تاعنا كسمو المكتب السابق قيادة تاعنا سروقي موش يتحمس كاع ما عندهش فكرة تاع ما عندهش فكرة تاع باللي يقف السير ما عندهش واحد ما عنده فكرة ما نحترمو رأيه عبد الله ثاني ما غاديش يقدر عبد الله واحد قال لك ما قدرش واحد قال لك ما قدرش تبدو معايا نكملوا في رحبة صحة باش واحد ما قدرش ولو كان من عبد الله يقول لك تنازل ونضربها انا وياك شوف صدقني انا اقسم بالله على عادي اي واحد يقول لي تنازل نتنازل سي انا ديجا استقلت بصح راني حاسب اللي انا نفرح غادي اللي يجي واحد ويقدر يسارع راني هنا نعاونه سما لو كان يقول لك ماديا لو كان يقول لك المستطاع ونعاونه لو كان عبد الله يقول لك تنازل وتقعد انت في بلاصتك وانا ندخل تنازل على الاستقاله على الاستقاله هي نازل على الاستقاله تاعك مش باقي لنا باش عبد الله يقف لا لا كون الان ايش باقي لنا نعرف بن عبد الله نعرف بن عبد الله وتجمعت مع بن عبد الله ودرت معاه الصباح مش باقي لنا باش يقف الروح ان شاء الله على ربي عنده رغبه الطفل هذاك عنده رغبه وثاني حب السريع وبغى يخدم بغى يعاود يرجع اسمه وكان سمع عنده رغبه باش يقف السريع بالك على ربي جلال خير الجمعيه العامه اللي فاتت درتوا انشاء الشركه صحيح الترخيص لانشاء الشركه ترخيص لانشاء الشركه ماهيش حتميه انه هذا الجروب المسير السابق هو اللي انشاها شكون اللي انشاها اللي يعطي الترخيص تاعها رئيس النادي الهاوي علاه ما ديش في لا بروسيدور انشاء الشركه درتها راه الشركه راه كاينه دروك ما كاش شدي فيها اللي لها اسم اللي لها مسير اللي لها نوع الشركه اسكو ار ولا اسبيا هذه اللي لها محل اللي لها جلالي هذه مسؤوليتك انت كرئيس رئيس النادي الهاوي انت تحل الشركه وتفتح راس مالها للمساهمين تفضلوا باش ما تنحصرش على جماعه فلان وفلان وفلان هذا لما ديرش هذا البروسيدير قبل ما تحط الاستقاله تاعك واش ديرها علاه انت رئيس النادي الهاوي على الاقل تنشئها بسبعه اعضاء مساهمين في البدايه منذ البدايه يجوا سبعه على الاقل يكون تحطهم عند النوتار سبع مساهمين على الاقل هذه اسبيه ولا لا ويكون ار يكون مسير احنا مسير هذا ما صمناش انت طرق قبل قدم الاستقاله تاعك لا سمح انا نشوف انت يعني استنفذ كاع البوسيبل باش قدم هذه مثلا انت تقدم يعطيك صحه ها هو احنا عند الوالي هو احنا راح يشير خويا عند الوالي قال لها كاين مساعدات بصح طول المده تاعها طول شحال المده تجنن انت على ما طالتش المساعده تاع 10 قيمه 10 ملاير على ما طالتش اللي خلات تجنن تبدا في الاستخدامات باريحيه تامه كاع وتبان لي انا ساري غليزان ولا تجنن دايره تبدا قبل الولايه ما تتاسف على هذا الوضع على حساب الخدمه نتاعك راه تقول بلي ودي ماشي بخاطر غير اعضاء المكتب المشير السابق ولا تسمى كاع الناس ما كاش كاع الناس تحمل المسؤوليه تاع السريع اللي راه تسمى هذا الفريق كيما تقول كلي ما صعدش كاع غايبه كاع سجلالي ما حوستوش على رجال اعمال من خارج الولايه لاخاطش كيما نعرفوا كاين فرق اللي يكذبوهم بصفتكم رئيس النادي الهاوي بصفتكم رئيس النادي الهاوي يعني تحوسوا على مخرج خاطش ما باش ما يضيعش الجهد تاعكم اللي بذلتوه في عام كامل رئيس النادي الهاوي ما عندوش كاع باش حق باش يستعمل واش من الاطلاق تاع رئيس النادي الهاوي انا بغيت نحكم رئيس النادي الهاوي بطلب من الجماعه قال لك ريح ترك حارف الجروب كراديه تاع العام اللي فات تعاوننا في الانتدابات تعاوننا في الاخر مناجر ما عيطوا لك وكاع قال لك وحنا رانا معاك كبرت بالمهمه رغم الصعوبه كبرت بالمهمه على جال سريع شفتهم باللي جبدوا الاخروا كاع نرجعوا لجلاله التجور في خلال ما ننتظر الشركه انه رئيس النادي الهاوي اللي غادي ينتخب في الجمعيه العامه الاستثنائيه اللي غادي تدير نهار الاحد هو اللي راح يحط لا بروسيدور صافي داك هو يكون يحوس على هادو لي زانفستيسور يحوس على لي زاكسيونير ويعاود يزيد يلمهم هل ما تبانلكش باللي هذه تكلف لنا وقت كبير واللي ما غاديش سريع يدخل في دوامه لا ان شاء الله بربي ما يكونش والجمعيه العامه تقررت يوم الاحد على السادسه ما
رسميا. ولك خلال استدعينا جمعية استقالة راهي كتابية وبديتوا في استدعاء تاع الأعضاء الجمعية العامة؟ دينا استدعاء تاع أعضاء الجمعية 19 تولى هذو اللي 19 وين غادي تكون إن شاء الله الجمعية العامة؟ مقر سريع؟ نقدر نقول مقر سريع نقدر نجيبوها. حنا أون باراليل اتصلنا بالمكتب المسير السابق سي الجيلاني اتصلنا بهم قلنا لهم أودي هضرنا هذه الهضرة قلنا معلها ما بغيتوش تقدموا. صح. قال لك أولا قانونيا ما يخولناش القانون أنهم قدموا باسكو علاه ماناش أعضاء في الجمعية العامة. صح. قال لك كي حل يحل الشركة تماك ندخلوا. أنا على سقسي قال لك هما قال لك ما نطيقوش ندخلوا باسكو ماناش أعضاء في الجمعية العامة. كون جينا أعضاء ندخلوا، ماناش أعضاء ما نطيقوش ندخلوا. هذه في ندوة. ما كاينش يا عادي هذا سؤال كاع ما كاينش منها هذا. مش على احنا غادي نحلوا شركه انا في السؤال تاعي انا مش ما انا مش شخصي فيك انا نقول شي هضروا واه خبر لا مانيش عليك انت السؤال تاعك اللي علي الجواب تاعهم ماهوش كاع جواب كون خبرك على انا درك كرئيس نادي هاوي في الجدول في الاقر تاعنا درنا التقرير المالي والادبي فديك شركه غادي نحلوا شركه الباب مفتوح للجميع هما قالوا لك نعاون وراه المانع ديجا العباسي هو اللي لايم الدوسي مع البرشو وبغى يقلع في الشركه ومن بعد حبست هو الديمار هو بغى يعاوني انا ومشينا في الشركه ومشينا من ولات في نوع الشركه وتسميتها وكاع ما تفاهمناش هو خلى